نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية المباشرة. ساعات قليلة وتنطلق قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية بعد توالي حضور عدد من القادة المشاركين في القمة التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي. قمة مجموعة العشرين المعروفة اختصارا بجي 20، وهي منتدى ولد بعد أزمات مالية شهدها العالم في تسعينيات القرن الماضي، وذلك لجمع الدول الصناعية المتقدمة والواعدة لمناقشة قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي. هذه المرة تعقد مجموعة العشرين في اليابان وتتناول 8 ملفات تتعلق بالعوامل الهيكلية في الاقتصاد العالمي وتعزيز إمكانيات النمو والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وأيضا تعزيز شفافية الديون بالبلدان المنخفضة الدخل وغيرها من الملفات تتناولها هذه القمة بالتفصيل خلال اليومين المقبلين. في هذه التغطية الخاصة على إكسترا نيوز نلقي مزيدا من الضوء على تفاصيل مجموعة العشرين وأهم ملفاتها. إذن سنواصل هذه التغطية مع في اليابان، وسوف نستعرض بالصوت والصورة وصول القادة المجتمعين في أوساكا اليابانية لحضور قمة مجموعة العشرين. وبدءا سوف نذكر ونحلل عدد من الأخبار. بداية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات مع اليابان سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو أبي في مستهل زيارة الرئيس السيسي لليابان للمشاركة في قمة العشرين. وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة اليابان للمشاركة في فعاليات قمة مجموعة العشرين أوساكا 2019 المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة قادة دول العالم. وقد تم توجيه الدعوة لمصر استنادا لمكانة مصر في إفريقيا ورئاستها للاتحاد الإفريقي. وعلى هامش مشاركة سيادته في قمة مجموعة العشرين أوساكا 2019 المنعقدة في اليابان، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، حيث تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وتم التباحث بشأن الأزمات التي تحيط بالمنطقة وسبل مكافحة الإرهاب، إضافة إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين. العلاقات المصرية اليابانية تميزت في الفترة الأخيرة بالقوة والمتانة، كما شهدت زيادة كبيرة في عدد الزيارات المتبادلة بين الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي. المزيد نتابعه في سياق العرض التالي. العلاقات المصرية اليابانية. اعترفت اليابان باستقلال مصر عام 1922، كما تم افتتاح قنصلية عامة لليابان في الإسكندرية عام 1926، بينما افتتحت مصر قنصليتها العامة في مدينة كوبي عام 1926، وافتتحت اليابان سفارتها في القاهرة عام 1952، بينما افتتحت مصر سفارتها في طوكيو عام 1953. أهم اللقاءات الثنائية: زار الرئيس السيسي اليابان في فبراير 2016، ويعد الرئيس السيسي أول رئيس عربي وثاني رئيس إفريقي ألقى خطابا أمام البرلمان الياباني. كما زار رئيس وزراء اليابان شينزو أبي القاهرة في يناير 2015. مشروعات التعاون: جسر السلام الذي يربط إفريقيا بآسيا، دار الأوبرا المصرية، مشروع المتحف المصري الكبير، المدارس اليابانية في مجال التعليم. العلاقات الاقتصادية.
يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 1,800,000,000,000 دولار، أكثر من 100 شركة يابانية تستثمر في مصر، أكثر من 350,000,000 دولار حجم الاستثمارات اليابانية في مصر. أهم الصادرات المصرية لليابان: البترول والملابس الجاهزة والسجاد والنباتات الطبية والقطن والخضروات والمنتجات الغذائية. أهم الواردات المصرية من اليابان: السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته. إذن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ السيد هاني، نائب رئيس تحرير الجمهورية والمتخصص في الشأن الدولي. أستاذ السيد، نرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير، وبالتأكيد هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته في قمة العشرين لها الكثير من الأهمية والدلالة. ما دلالة هذه المشاركة المصرية باعتبار مصر قوة في منطقة الشرق الأوسط وبالتأكيد رئيسة للاتحاد الأفريقي؟ المشاركة المصرية هامة للغاية في مجموعة العشرين كما ذكرت حضرتك، باعتبار مصر هي الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، وفي اغسطس القادم سوف يعقد مؤتمر طوكيو الدولي 7 للتنمية في افريقيا تيكاد، وهذا المؤتمر سوف يناقش سبل دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية ايضا بين كل من اليابان والدول الافريقية. وبالتالي فنحن تابعنا اللقاء الذي عقد على هامش قمة العشرين، اللقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، الذي أكد على أن اليابان بتولي العلاقات مع مصر أهمية خاصة على صعيد التعاون الثنائي والتشاور السياسي، لما لمصر من أهمية وثقل كبير على الساحتين الإقليمية والدولية. كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمام مصر بتعزيز علاقتها مع اليابان في كافة المجالات، ودعا رئيس الوزراء الياباني إلى زيارة مصر في أقرب وقت ممكن لا سيما للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم. هذه القمة الثنائية المصرية اليابانية تم فيها تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما أن اليابان تتفق مع مصر في وجهة نظرها حول القضايا والأزمات التي تمر بالشرق الأوسط، من ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات تستند إلى قرارات الشرعية الدولية. إنما خلينا نتحدث على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أنه العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تحتاج إلى تطوير وتعزيز، لا سيما أن اليابان وهي ثالث أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم ما زال حجم استثماراتها في مصر دون مستوى إمكانياتها الكبيرة، لأن حجم الاستثمارات ما زال يدور حول 600,000,000 دولار موزعة على حوالي 106 شركة يابانية في القاهرة، لكن حجم التبادل التجاري في السنة الأخيرة في عام 2018 وصل إلى 1,026,000,000,000. في هذا العام الربع الأول من هذا العام التجارة المتبادلة بين البلدين وصلت إلى 401,000,000 دولار، بالمقارنة ب 376,000,000 دولار عن نفس الفترة في العام الماضي. الخلاصة هي أن التجارة المتبادلة بين البلدين في تزايد مستمر، ولكننا في حاجة إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، لا سيما أنه في مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا في أغسطس القادم هناك 400 شركة يابانية بتستعد للاستثمار في أفريقيا، وبالتالي يجب أن نحرص على أن احنا نحصل على أكبر قدر ممكن من هذه الكعكة. نعم أستاذ السيد، ذلك ما يتعلق بالعلاقات المصرية اليابانية في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان ولقائه رئيس الوزراء الياباني ومشاركته في هذه القمة. إذا ما تطرقنا أستاذ السيد إلى قمة العشرين، هي تأتي هذه القمة تحديدا تأتي في ظل توترات اقتصادية بين الدولتين الأكبر في هذه القمة وهما الصين والولايات المتحدة. كيف يمكن لهذه القمة أن تساعد على لم الشم ربما مرة أخرى بين الأعضاء المشاركين في هذه القمة تحديدا بين الولايات المتحدة والصين، وترامب يقول أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق ما مع الصين في هذه القمة؟ زي ما حضرتك أشرت في سؤالك، القمة تأتي في وسط تطورات اقتصادية وحرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لكن الحقيقة الظرف الدولي الذي تعقد فيه هذه القمة لا يقتصر فقط على الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إنما العالم بيمر بأزمات دولية شديدة
سواء في منطقة الخليج العربي أو في منطقة شرق آسيا، الأزمة الكورية، الأزمة البرنامج النووي الإيراني، الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية في سوريا وليبيا واليمن، وكذلك العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم. هناك أزمات كثيرة، وكذلك الأزمة في منطقة جنوب آسيا بين الهند وباكستان، هناك أزمات كثيرة يشهدها العالم. ولكن يعني حيبقى في الغالب هو التركيز على العلاقات الاقتصادية، باعتبار أن مجموعة العشرين تأسست أصلا من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي. زي ما حضراتكم أشرتوا في التقرير، هذه المجموعة تأسست في عام 1999 في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت منطقة شرق آسيا وأدت إلى انهيار اقتصاديات بعض الدول التي كان يطلق عليها النمور الآسيوي. في ذلك الوقت شعرت مجموعة الدول الثمانية الصناعية الكبار التي تأسست في عام 1975 على أنها لم تعد قادرة وحدها على الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، فقررت ضم مجموعات من الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة والدول التي تتمتع بموارد طبيعية ومواد خام غنية للانضمام إلى هذه المجموعة، لا سيما المؤسسات الاقتصادية الدولية زي البنك الدولي، الصندوق النقد الدولي، المؤسسات المالية. هو ضبط الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تتخذها الدول الكبرى من أجل استقرار النظام المالي العالمي. بمعنى إيه؟ أن ممكن البنك المركزي الأمريكي يحدد سعر فايدة تدربك الاقتصاد العالمي، فقالوا لا احنا نجيب الدول التانية ونبتدي نتفق على اسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية، نظام القروض التي تقدمها المؤسسات المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بدأت نشاط القمة باجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين على هامش قمة الثمانية الكبار التي عقدت في واشنطن في 25 سبتمبر سنة 1999. ظلت هذه الاجتماعات تعقد على مستوى وزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية والبنوك المركزية فقط حتى عام 2008. في عام 2008 15 نوفمبر 2008 عقدت أول قمة لمجموعة العشرين، واستمر انعقاد القمة بشكل سنوي أو أقرب من شكل سنوي، لأننا الآن في القمة 14 التي تعقد في اليابان. إذن فمجموعة العشرين تأسست من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي، لأن الأزمات المالية لما ضربت دول شرق آسيا أو أزمة 2008 في الدول الغربية بتؤثر على الاقتصاديات وبتؤثر على حياة الناس بشكل كبير جدا. إلا أنه القضايا السياسية بدأت تدخل النقاش، لأنه اجتماعات على مستوى القمة قادة كبار لابد أن يناقشوا القضايا السياسية. فمن أهم لقاءات القمة المنتظر انعقد على هامش مجموعة العشرين، أولا بالنسبة لمصر هناك لقاء قمة مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أيضا لقاء مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي، وهناك لقاءات قمة أخرى يجري ترتيبها على ضوء أجندة السيد الرئيس ومواعيده. هناك أيضا لقاء قمة مرتقب ومتوقع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى القمة المتوقعة المترقبة من العالم كله بين الرئيسين الأمريكي والصين. نعم أستاذ سيد، أنت تقول أن فلسفة إقامة أو تشكيل مجموعة العشرين هو ضبط والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، لكن منظمة التجارة العالمية تقول أن دول مجموعة العشرين أقامت 20 حاجز تجاري أو تجاري جديد. كيف يمكن لهذا الأمر أن يكون له عواقب من الممكن أن تؤثر في تراجع الثقة أو تراجع الاستثمار أو تباطؤ نمو التجارة العالمية؟ ستكون له عواقب وتداعيات سيئة على معدل نمو الاقتصاد العالمي، وهذا ما أشارت إليه منظمة التجارة العالمية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وغيره. الإجراءات الحمائية اللي بدأت تتخذ في الفترة الأخيرة بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أن جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وهو رجل أعمال، ووجد أن العجز التجاري بين الدول والولايات المتحدة الأمريكية كبير جدا وبيهدد الصناعات الأمريكية وبيهدد الاقتصاد الأمريكي. على سبيل المثال في عام 2017 عندما جاء دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة كان حجم العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية 347 مليار دولار سنويا لصالح الصين. فبدأ دونالد ترامب يبعث وفود تجارية
للدخول في مفاوضات مع الجانب الصيني، إلا أن كل المفاوضات وكل اللقاءات فشلت في أن تصل إلى تسوية، فبدأت الحرب التجارية بين الدولتين من العام الماضي، وبدأت تتصاعد وبدأ كل جانب يفرض جمارك على سلع الجانب الآخر، وهكذا بدأت الإجراءات الحماية. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في حروب تجارية مع عدد من الدول، ليس فقط الصين إنما أيضا الهند والاتحاد الأوروبي، وفضلا عن العقوبات التي تفرضها على روسيا وعلى إيران وعلى دول أخرى. وبالتالي فمثل هذه الإجراءات الحمائية لابد أن تعرقل حرية التجارة التي يعمل عليها النظام الدولي، لأن العالمية أو العولمة هي تيار كبير لا يمكن لأحد أنه يعترضه إلا بمثل هذه الإجراءات التي تعرقل التجارة الدولية، وهذا ما أشارت إليه منظمة التجارة العالمية. الأستاذ سيد هاني نائب رئيس تحرير رئيس جريدة الجمهورية والمتخصص في الشأن الدولي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذه التفاصيل، ولازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء نتابع صوتا وصورة هذه الصورة التي تأتينا مباشرة من أوساكا اليابانية لاستقبال ووصول القادة المشاركين في مجموعة العشرين، ولازلنا في هذه التغطية المباشرة أيضا. وينضم إلينا من العاصمة البلجيكية بروكسل الأستاذ حسين عمر الكاتب الصحفي عبر خدمة سكايب. أستاذ حسين نرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير، وكما قلت منذ قليل أن هذه القمة تنعقد وسط توترات اقتصادية وخلافات اقتصادية بين الدول، لا سيما الولايات المتحدة والصين من جانب، والولايات المتحدة وروسيا من جانب آخر، وأزمات سياسية أخرى. كيف تؤثر هذه الأزمات سواء كانت اقتصادية أو سياسية على اجتماع مجموعة العشرين والملفات التي سوف تكون على طاولة القادة في اجتماعهم؟ نعم، صباح الخير لكم جميعا. يعني بالحقيقة المسائل الاقتصادية ستطفو على السطح في هذه، لكن علينا أن لا ننسى بين المسائل السياسية والخلافات السياسية بين الدول لا تقل أهمية عن المسائل الاقتصادية أيضا، يعني وخاصة بين روسيا وأمريكا، بين الصين وأمريكا، وبين الاتحاد الأوروبي والصين، وكذلك بين الدول الأخرى المشاركة في هذه القمة. ما يجب النظر إليه بالنسبة لنا نحن كأبناء منطقة الشرق الأوسط هو ما تأثير هكذا قمة على مناطقنا، وكيف ستؤثر على تلك المنطقة، على دولنا التي هي دول حقيقة دول فقيرة ودول تابعة لتلك الدول الكبيرة، أو تتحكم فيها اقتصاديات الدول مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين. ما سينتج عن هذه القمة ليس بالمأمول كما يبدو من ظاهر أو من التصريحات التي سبقت القمة، وخاصة الصينيين مصممين على أن يبقوا ندا قويا للأمريكيين، وكذلك روسيا لها موقف مختلف كليا لأنها تريد أن تتخلص من العقوبات الأوروبية والأمريكية، وكذلك دول أخرى كالتركيا. يجب أن لا ننسى تركيا التي لها الآن خلافات مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا ومع جميع دول الشرق الأوسط تقريبا، هي تخلق المشاكل مع الجميع. لهذا ستكون للمشاكل السياسية أيضا والعلاقات الثنائية بين الدول المشاركة في هذه القمة الحيز الأكبر، وخاصة يعني ذكر الأستاذ اللي تحدث قبل قليل عن الاجتماعات الثنائية بين، ولم يذكر الاجتماع الثنائي المهم الذي سيعقد بين ترامب والرئيس التركي، الذي هدد ب إذا قامت أمريكا بتنحية تركيا عن المشاركة في تصنيع أجزاء من F-35 كما هو معلوم، فأنهم سيقدمون الدعوة إلى المحاكم الدولية ضد أمريكا، وهذه خطوة سباقة للاجتماع الذي سيتم انعقاده كي يفرض ما يريده الرئيس التركي على ترامب، وهذا باعتقادي لن يتحقق حاليا. نعم أستاذ حسين، الولايات المتحدة تقول أنه ربما يكون هناك اتفاق تاريخي محتمل مع الصين خلال قمة العشرين، هل تتوقع أن تنتج هذه القمة أو أن ينتج عن هذه القمة اتفاق تاريخي ربما بين الولايات المتحدة والصين في ضوء العلاقات المتأزمة بينهما تجاريا على الأقل؟
يعني بالحقيقة الولايات المتحدة والصين بالنهاية مهما كان صراعهم، هناك صراع وهناك تبادل الاتهامات وهناك فرض عقوبات اقتصادية بين الطرفين، لكن اقتصادهما هو مكمل لبعضهم البعض. يعني لا تستطيع الولايات المتحدة بكامل قوتها الاقتصادية وحتى بكامل مؤسساتها وشركاتها أن تستمر لوحدها دون مشاركة الصين، لأن الكثير من كما هو معلومة الشركات الأمريكية تتواجد لها معامل كثيرة في الصين وتصنع في الصين. لذلك أعتقد بأن من الممكن، وإذا تنازل قليلا الرئيس الأمريكي عن طلباته التي يريد منها أن يحاول إرجاع الصين إلى ما قبل 15 و20 عاما، أعتقد أن سيكون هناك بعض الاتفاقيات بين الطرفين. الصين لن تتنازل بعد الآن، وخاصة بعد أزمة هواوي، شركة هواوي التي استطاعت الولايات المتحدة أن تفرض عليها حصرا وخسرتها بمليارات الدولارات حتى هذه اللحظة، وهناك شركات أخرى صينية. لذلك أعتقد أن الصين ليس في وارد أن تتنازل لأمريكا بعد الآن عن أي صفقة أو عن أي شيء، ولكن الولايات المتحدة هي بحاجة أكثر، وخاصة كما هو معلوم هناك شركات ضخمة مثل شركة جوجل ومايكروسوفت وغيرها من الشركات الأمريكية، شركات التكنولوجيا الأمريكية بدأت تشتكي من الضغوطات الأمريكية عليهم بسبب فرض الحصر على تعاونهم مع الشركات الصينية. نعم، ونحن نتحدث أستاذ حسين، نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء وصول الرئيس الإندونيسي إلى أوساكا اليابانية ومراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الإندونيسي حال وصوله إلى مطار أوساكا للمشاركة في قمة العشرين. طيب أعود مرة أخرى أستاذ حسين عمر الكاتب الصحفي من بروكسل. أستاذ حسين، هذه ربما هي القمة أو سبق هذه القمة 13 قمة أيضا لهذه المجموعة، مجموعة العشرين تلك التي خلفت مجموعة الثمانية. هل طوال تاريخ هذه المجموعة هل من نتائج يعني توصلت إليها هذه القمم 13 الماضية ومن الممكن البناء عليها؟ نعم، يعني الحقيقة هذه القمم، القمم يعني ضرورية ومفيدة أيضا بالرغم من الخلافات والصراعات الموجودة بين الأطراف المشاركة فيها، لكن لولا هذه القمم لما كان هناك الكثير من القوانين التي صيغت للعلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين الدول، وخاصة قانون التجارة الدولية كانت أحد نتائج هذه القمم سابقا، وهكذا قمم تحاول أن يعني تخفف الخلافات وتخفف العلاقات الحدية بين الأطراف المشاركة فيه. يمكن أن تنتج عن هذه القمم ونتجت سابقا الكثير من يعني التبادل الاقتصادي الأقوى من قبل ما بين تلك الدول، وخاصة في هذه القمة هناك دول لم تكن تشارك قبل الآن وهي مشاركة في هذه القمة، وهي ليست من ضمن الدول العشرين لكنها تشارك كضيوف أو كتواجد. هذه الدول يمكنها أن تقيم الكثير من اتفاقيات تجارية، أو لأن ليس الرؤساء هم وحدهم المشاركين في هذه، ولكن معهم وفود تمثل التجارة وتمثل الاقتصاد وتمثل السياسة الخارجية وتمثل حتى العسكرة. يعني الوفود المشاركة والرؤساء المشاركين معهم لجنة أو مرافقين يمثلون كامل إدارة الحكم في تلك الدولة، لهذا يمكن أن يتم التوصل بين الدول المشاركة في هذه القمة إلى نتائج مفيدة لكرتنا الأرضية إذا أرادوا ذلك وللعالم بشكل عام. نعم، في جدول الأعمال لهذه القمة ثمانية بنود، البند الأول هو تأثير العوامل الهيكلية في الاقتصاد العالمي مثل الاختلالات العالمية والشيخوخة، ما الذي قد تتوصل إليه هذه الدول في اجتماعهم فيما يتعلق بهذا البند؟ أنا أعتقد أن
يبحثون في هذا، لكن ليس هناك ما يدعو إلى تفاؤل الوصول إلى هذه المسألة، لأن الشيخوخة تزداد في العالم يعني، وخاصة الدول المتقدمة نسبة الشيخوخة فيها تزداد سنويا باضطراد، وهذه تكلف على تلك الدول، تكلف على ميزانية الدولة الكثير من المصاريف والكثير من يعني، خاصة في المجال الصحة ومجال الرواتب المعاشية التقاعد. أعتقد بأن هذه الدول يمكن في النهاية أن تتوصل إلى بعض الاتفاقيات في هذا المجال، لكن ليس في اتفاقيات كاملة، لأن كل دولة ستحاول المحافظة على ذاتها، ستحاول المحافظة على استقلاليتها بعيدا عن دولة الدولة الأخرى التي وإن يعني رزحت تحت ضائقة مالية أو ما شابه ذلك بسبب تلك المسائل، فهي ستبعد نفسها عن هذا الأمر. نعم سيد حسين، البعض قد ينظر إلى هذا الاجتماع وهذه القمم على أنها اجتماعات أو قمم سياسية وليست اقتصادية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ يعني بالحقيقة هي قمم صحيحة اقتصادية، لكن تطفو عليها السياسة كما قلنا في بداية الحديث، يعني المسائل السياسية ستكون هي أيضا كما المسائل الاقتصادية أو الخلافات الاقتصادية، الخلافات السياسية ستكون متصدرة هذه القمة أكثر من القمم التي سبقت بكثير، لأن الخلافات وخاصة في منطقة الشرق الأوسط بين الدول المشاركة، بين أمريكا وروسيا، بين روسيا وتركيا، بين أمريكا وتركيا، بين الدول الأخرى الاتحاد الأوروبي المشاركة في هذه القمة، بين مصر وتركيا المشاركين في هذه القمة، يعني هذه الخلافات السياسية ستطفو بصراحة، ويمكن أن تأخذ يعني أكثر من الوقت المحدد له، وخاصة في ظل كما قلنا هذه الصراعات المتأزمة والتي لن تستطيع هذه القمة أن تجد لها حلول، وإنما ستكون منبرا، سيكون هذه القمة ستكون منبر لتبادل وجهات النظر، ويمكن أن يحصل فيها بعض الاتفاقيات، وخاصة إذا عرفنا بأن الرئيس التركي قد جهز نفسه بشكل كامل لكي يخوض أو يحول هذه القمة إلى قمة سياسية بدل اقتصادية، لأنه يرغب في إقناع الولايات المتحدة بأن يحصل على S-400 وكذلك يحصل على F-35، وهذا باعتقادي سيكون رد فعل الناتو ورد فعل الولايات المتحدة ليس بقليل في هذه الناحية، وكذلك روسيا التي تريد أن تأخذ شرعية دولية بإلحاقها قرن بها، وكذلك يعني شمال أوكرانيا، وكذلك الصين لديها خلافات مع الولايات المتحدة ومع الدول القريبة منها، مع كوريا الجنوبية ومع اليابان حول تايوان وغيرها من المناطق، مع بحر الصين أيضا هناك خلافات، يعني هذه الخلافات السياسية الموجودة بين الدول المشاركة في هذه القمة ستطفو حقيقة على السطح أكثر من المناقشات الاقتصادية أو حتى الاتفاقيات الاقتصادية. الاتفاقيات السياسية إن حصلت، وأنا استبعد أن تحصل أي اتفاقية سياسية في هذه القمة بين أي دولة من الدول، لكن ستكون إنجازا كبيرا إذا حصل. نعم السيد حسين عمر الكاتب الصحفي من العاصمة البلجيكية بروكسل، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة وعلى هذا التعليق، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا. علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية تجمع بين مصر واليابان وتعزز هذه الصداقة العلاقات الثقافية والشعبية التي تؤكد أواصرها المراكز اليابانية الثقافية بالقاهرة والتي تعمل على دعم الحوار والتفاعل بين البلدين. المزيد في سياق التقرير التالي. هذه حياة يوري الجديدة أصبحت تتعلق بمكتبة مؤسسة اليابان بالقاهرة بعد أن شغف يوري حلم تعلم اللغة العربية والنطق بها. هنا تستكمل حلمها بالتعريف عن الثقافة والحضارة اليابانية إلى كل المصريين. أنا كنت بدرس في اليابان تاريخ مصر القديمة، يعني فرعوني، يعني أنا كنت عايزة أتعلم اللغة العربية، ورأيت مصر في يعني حاجة مناسبة،
وقدمت وجيت في جوه المكتبة مؤسسة اليابان أنواع مختلفة، مثلا ثقافة يعني خاصة فن وتاريخ وروايات، كتب الأطفال باللغة العربية وباللغة الإنجليزية ويابانية. أكثر من 40 سنة يمتد عمر مؤسسة اليابان في القاهرة كفرع وحيد في عموم القارة الإفريقية والشرق الأوسط. عملت فيها المؤسسة على دعم الحوار والتفاعل مع شعوب دول العالم وخاصة في مصر من خلال نشاطات عديدة فنية وتعليمية. نقوم بالكثير من عمليات التبادل الثقافي هنا. بالطبع هدفنا الشعب المصري، نريدهم أن يعرفوا أكثر عن الثقافة اليابانية. الآن لدينا 25 مكتبا في 24 دولة، لكن في القارة الإفريقية لدينا مكتب واحد فقط لمؤسسة اليابان وهو مكتب القاهرة، وهذا يشرح أهمية مكانة مصر لدى الشعب الياباني. تعليم اللغة اليابانية هي واحدة ضمن أبرز نشاطات المؤسسة، بجانب تقديم منح تعليم للأساتذة المصريين والطلاب، ودورات تدريبية في فن تنسيق الزهور الإيكيبانا، ودورات الأطفال. في عندنا كورسات تعليم عن اللغة اليابانية هنا في القاهرة والإسكندرية. احنا نقبل طلاب سنويا من 150 ل 200 طالب. وأيضا في أجازة الصيفية في عندنا كورسات للأطفال، نقبل الأطفال اللي يريدون يتعلموا اللغة اليابانية. هو ليس اللغة فقط بل الثقافة، مثل تفكير الياباني، أو مثلا يلعبوا لعبة يابانية ومن خلال اللعبة ممكن يتعلموا اللغة أو الثقافة. Japan Foundation. المؤسسة تعمل في 3 مجالات: أولاً التبادل الفني والثقافي، ثانياً تعليم اللغة اليابانية، وثالثاً الدراسات اليابانية ودعم الحوار. فبالنسبة للتبادل الفني والثقافي فنحن مثلاً نجلب الفنانين من اليابان لعرض فنهم في مصر، كما أننا كل عام نقيم معرضاً للفنون الجميلة بجانب أسبوع الفيلم الياباني لعرض الأفلام اليابانية. أروقة المؤسسة هي الأخرى مساحة لسرد قصص اليابان وفنونها، فهذا الرداء هو الكيمونو التقليدي وهو زي حريري مصنوع بإبداع يدوي من خيوط الذهب والفضة، إلى جانب جمالية مجموعات الدمى اليابانية واللوحات المهدى. ولم تكتفي المؤسسة بذلك، فهي أيضا تعرف بالفنون اليابانية التي تقام خارج موقعها لتكون منصة متكاملة لإحياء الروابط الإنسانية بين مصر واليابان. سريع ياسين، إكسترا نيوز. لازلنا في العلاقات المصرية اليابانية، وتزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليابان للمشاركة في قمة مجموعة 20، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي إلى جانب العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجراف استعرض من خلاله أبرز المعلومات عن مجموعة 20 وكذا أسباب دعوة مصر للمشاركة في قمة المجموعة. Thank you.
ملفات عديدة ستتناولها قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، نتابع أبرزها في هذا العرض. إذن مشاهدينا الأعزاء، كنا معكم في هذه الجولة نتابع ونستعرض أبرز الملفات التي سوف يتناولها القادة في اجتماع وفي قمة العشرين التي سوف تنطلق بعد ساعات قليلة، وتابعنا أيضا بالتعليق وبالمتابعة العلاقات المصرية اليابانية في ضوء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليابان ومشاركته في هذه القمة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، حتى نلقاكم في خدمة أخبارية أخرى. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.